مديت مراكش قصريه الصفاء المسيره واحد الحباس اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كاره كسائر ذهبيه وتنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب. مرحبا بكم، الف مرحبا الاخوات، لايف جديد وسلعه جديده كما تنعودكم ان شاء الله الاخوات. اليوم هذا اللايف غادي يكون ممتع بالبروموسيون والعروض الرائعه. الرادكو الاخوات عدنا لكم بالرادكو، الرادكو اللي تبقى زينه وخزينه وشي حاجه بثمن رائع الاخوات، والبلدي حتى هو الاخوات اللي ثمن حتى هو زوين. ونشوفوا الخدمه كيفاش دايره، شي حاجه ذوقيه. اي حاجه بغيتوا تشوفوها في اللايف الاخوات كتبوا لنا في الكومونتير وان شاء الله نلبوا لكم الطلب ديالكم الاخوات. مرحبا بكم، الف مرحبا. نبداو لكم بالعروض الاولين الاخوات، لي بروموسيون لي لي زونسومبل تاع تروادي قشور الحوت قشور الحوت و دكليبرا اخوات. لي زونسومبل عندنا اليوم اربعه لي زونسومبل ان شاء الله ندوزهم لكم بثمن غزال ورائع الاخوات. مرحبا بكم، الف مرحبا الاخوات. نبان لكم الرقم ديالي اللي هو 06 06. اخوات العميزه ان شاء الله في اخر لايف غيكونوا كونوا معنا الاخوات. اخوات اي حاجه بغيتوها سكريني واتواصلوا معنا في الرقم ديالي اللي هو 06 66 52 59 91. 06 66 52 59 91. بارطاجيو لنا اللايف الاخوات باش نبداو على بركه الله ان شاء الله. نبداو ندوي لكم بلي بروموسيون والعروض والعميزه ان شاء الله في اخر لايف. ورادكو ها هي الاخوات حاضره معنا، كيفاش ديما تقول لي بين الرادكو بين الرادكو خواج بناها وراه تتبقى يعني مده قليله وتتباع بعض الكثره. خوات ان شاء الله تكونوا من المحظوظين اذا كان مخبي شي حد في المخده. خوات شحال واحد قال لي راه كملنا داك الفلوس في المخده. اخوات لا عندكم شي مخده اخرى حلوها وجبدوا منها الرادكو الاخوات، راه زينه وخزينه وماشي في الندامه. سلام خويا سفيان، عافاك بغيت براسلي 3 دي بشحال. كاين عندي واحد في الميزه تاع اختي بقى لي واحد السيده كتخلي لي وما جاتليش، انا ان شاء الله نوري لك. كاين رويال ديال العنق، الرويال تاع العنق اختي ما سيتيش السيده فلوس على الرويال تاعها كادي خليها ليا شي هاجر. مرحبا، ان شاء الله نوري لك. واحد الاخت ما عاد قالت لك بيتها وانا ان شاء الله لا ما كانش نوري لك. مرحبا بكم، ارفع بال اخوات. نبداو لكم على بركه الله العروض ديالنا اثمنه الرائعه. بارطاجيو لنا اللايف. نبداو لكم باول عرض اللي هو تاع تروادي غزال ورائع شي حاجه يا سلام. ان شاء الله نبداو لكم بهذا الاخوات. الثمن ديالو 4100 درهم، 4100 درهم، 410 اورو، 82000 ريال. فيه السلسله الاخوات وفيه العلاقه صحيحه اللي تبارك الله خداوها الناس، هذا يعني تبارك الله تيتمشى وتيطلبوه الناس تعاودوا يطلبوه. ها هو الاخوات عدنا لكم بهذا الترواد ديال الرائع ب 4100 درهم، 82000 ريال، 82000 ريال بالدرهم الاخوات، 4100 درهم بالاورو، 410 اورو. هانتوما الاخوات شي حاجه غزاله اونسومبل، شي حاجه صحيحه وعمليه وشي حاجه توب ديال توب الاخوات. يطلع لنا لايف اختي ونبداو لكم الثمن ديال رادكو. ان شاء الله رادكو غتكون بواحد الثمن رائع اللي غادي تلقاو تشوفوا الخدمه والاتقان والثمن الرائع. مجموعين بثلاثه الاخوات عند رياض دي بيجو. مرحبا بكم، الف مرحبا. 3000 4100 درهم، 82000 ريال، 410 اورو بالنسبه لهذا الاونسومبل هذا، 410 اورو شي حاجه غزاله. اخي زفين تاع القهوه بخريشات، عندي واحد الكوميتا في الميزات ان شاء الله نوري لك اختي تاع الكافي. خوات كاين الميزات اليوم رائعين ان شاء الله يبقاو معايا، غادي نحل خزينه الاخوات ونجيب لكم الميزات ان شاء الله. 4100 درهم، 82000 ريال، 410 اورو. ونبداو لكم بالعرض تاع قشور الحوت اللي تطلبون عليه حتى هو قشور الحوت الاخوات اللي تبارك الله حتى هو زوين شي حاجه يا سلام. الثمن ديالو 3900 درهم، 390 اورو، 78000 ريال. غزال حتى هو قشور الحوت، فيه علاقه والسلسله والحلقات والخاتم ديالو، و كي نقول لكم صحيح شي حاجه توب شي حاجه عمليه الاخوات. 390 اورو، 3900 درهم، 78000 ريال. غزال هذا الاخوات، فيه السلسله والعلاقه ديالو، والسلسله كنقول لكم راه الكارانتي العام، يعني الصح والعمل السلسله ديالو، يعني شي حاجه اللي صحيحه. غورمي 19 غرام، واخا اختي ان شاء الله نوريها لك، يبقى معايا اخوات نوريكم لي رادكو كلهم بوحده بوحده. غندوز هاد لي زونسومبل اللي فيهم بروموسيون اللي مطلوبين تطلبهم الناس، الناس اللي تيبغوا مناسبات تيبغوا شي عروسه، هادي هي العروسه ولا شي عروسه بغات دير شي كادو ولا شي حد بغي يقدم شي كادو، تيجيو رائعين هادو الاخوات توب. والذهب الاخوات راه كادو، وما احسن كادو هو الذهب. 3900 درهم، 390 اورو، 78000 ريال. وكاين لونسومبل الثالث اللي هو دك ليبرا الاخوات،
الكليبر حاولي ملي ديري في الخضر درتي ديري في الخضر باش يبان ديري في الكليبر. كاين الاخوات هذا تا هو زوون هذا دقيق هذا شويه وباين هذا الاخوات تا هو دقيق هذا 600 لا بغا شي عند السلسله غلط معاك هكا شويه باش تبينو يعني ديريها تبدليها. حنا حاولنا ندير سلسله دقيقه باش يطلع ثمن مناسب 6500 درهم 130 الف ريال. ولكن السلسله هذه زوونه يعني راه صح كي تنقول لكم يعني صحيحه عمليه شي حاجه طوب. الا كانت تقطع الاخوات راه يقول انا الاخوات لان جربوها شحال من واحد خدام عندنا كاع الناس خداوها تبارك الله لا في السلسله الرقاق اللي تنديروا فيهم اللوينات تنوريهم لكم لا في اي حاجه اي واحد خدام عندنا السلسله تيشكرها. 6500 درهم 650 اورو 130 الف ريال بالنسبه لهذا الانسومبل كامل فيه العلاقه والسلسله والحلقات والخاتم ديالو وتبارك الله غزال. نعطيكم اكزومبل ديال الخاتم كتيبان فليد كتيبان رائع رائع صراحه. فيه هذا مشاربي فيه حجرات من الوسط جوج وفيه الحجر من الجنب يعني الثمن ديالو 6500 درهم 6500 درهم 6500 درهم هذا الاخوات شي حاجه زوونه شي حاجه طوب يعني زوونه هذا الاخوات اللي بغاتو سارع تاخذوا لان ثمن مناسب 650 اورو 130 الف ريال. وكاين هذا لونسومبل هذا الاخوات تا هو ثمن زوون 74 الف ريال 370 اورو 74 الف ريال بالنسبه لهذا 370 اورو. خويا ان شاء الله ندوز لكم الكورميت اللي يدي ندوز لكم كلشي الرادكو كاع كلشي بغى الرادكو ان شاء الله نوري لكم لان الرادكو كي تنقول لكم علاش ما تنبدلش الصانع لان الاتقان الاخوات في الخدمه ديالو وغادي تقول لي الراي ديالكم غنوريكم نتوما وشوفوا نتوما حكموا يعني الاخوات نعطيكم واحد الرادكو شانتيو بعدا نوري لكم وديك الساعه قولوا لي اشنو بان لكم. هذا الاخوات 74 الف ريال ديك الكليبره 74 الف ريال شي حاجه زوينه شي حاجه غزاله فيه السلسله وفيه الحلقات والخاتم ديالو شي حاجه زوينه. والسلسله كي تنقول لكم الصح والعمل يعني غارانتي مده عملها تقطعات شي حاجه يعني تتحاولوا لان حنا عرفنا اشنو فيها لان الخدمه ديالها صحيحه ومجربينها مجربه 74 الف ريال 400 370 اورو 3700 درهم غزال. هذا الاخوات اللي بغاتو تسكرينيه ونوريكم الشانتيو ديال رادكو ها رادكو الاخوات تجي واحد الاخت خدمتها ليها راه غتجي ليها غدا نوريكم الخدمه ديالها كيفاش داير. هادي خدمتها لواحد الاخت شفتوا تبارك الله كيفاش جاتها يعني واخا تعطلت عليها شويه ولكن جاتها رائعه رائعه شوف كي دايره تبارك الله. شوف الاخوات رادكو كيفاش داير يعني الخدمه متقونه هادي كلها عريضه كي تشوفها هي من كيف كما دايره من الخلف شفت القفل ديالها شوف القفل الاخوات فيها ثلاث قفله فيها واحد في الجنب واحد هنا واحد هنا يعني شي حاجه اتقان الاخوات شي حاجه غزاله ورائعه. غنعطيكم حتى الثمن ديالها باش اللي بغات تخدم شي وحده فيها 25 غرام فاصله 3 الثمن ديالها 14900 درهم جات زوينه 14900 درهم بالصحه والسلامه ان شاء الله تدخل عليها بالصحه والسلامه 14900 درهم الاخوات. هادي كتصيفطوا على برا لا اختي الا كان شي في المغرب هنا نصيفطوا ليه هو يصيفط لك اختي يعني على برا لا تنطيروا التوصيل لجميع مدن المغرب في اي مدينه كنت اختي نصيفطوا لك نديروا التوصيل الاخوات لجميع مدن المغرب. هذا الشيء زوين هذا سيدي بنور كاع اختي نصيفطوا لك سيدي بنور سيدي قاسم سيدي سميتو كاع كاين عطا الله شحال سيدي اشنو سيدي كوكي سيدي كوكي كاع المدن ولا حافظين اختي تبارك الله يعني كاع المدن كلهم درنا التوصيل وصلتهم سمعتهم وتشكرونا الحمد لله. هذا الاخوات تنشكركم حتى نتوما على الثقه تضعوا فينا. توان قلت للويز توان قلت للويز اختي سيتي بي توان قلت للويز عند عزيز كاين اختي كاين توان قلت للويز قدام انا نوريهم لك عندي وحدين قبيله قدام جبتهم وان شاء الله ندوزهم لكم في اللايف. اخوات الرادكو نبداو في الرادكو ولا ندوزو نبلجيو ندوزو لحاجه اخرى عاد نبداو الرادكو اخوات اي حاجه بغيتوها ان شاء الله ندوزها لكم. انا نبدل لكم في سلسله خفاف مما التحقوا بين الاخوات ان شاء الله نعطيكم كل رادكو والجرامات ديالها وكل غورميت العلي حتى هي نعطيك الثمن ديالها اختي اي واحد بغى هذه الثمن ديالها 1200 درهم هذه بروموسيون غزاله هذه قال لك تسنى تغدا وديرها في الستوري راه حتى تعرف فينيسيو ياك يا اخوات واحدين حلقات قدام فيهم الطاسه بحال مضغطه شويه حاولت
نقدهم باش نوريهم لكم قدام زمانيين شحال زوينه. الا بغيتو شي اخت تواصل معايا في واتساب ونخليهم ليها 1200 درهم 24000 ريال 120 اورو 120 اورو الاخوات هذه غزاله سنيسلات اللوينات هذه مطلوبه وكاع الناس داو ما عندناش حاجه اللي صحيحه راه ما كاينش عندك واختي بوست خاص ان شاء الله طلب ان شاء الله نديرو علاش لا نديرو واحد اللي يوصل السلعه ولكن تبارك الله انا مدير المغرب يعني شحال مدينه كاينه راه ما يمكنش توصل كل واحد المدينه يعني يقدر وحده تجيك في طنجه وحده تجيك في العيون وحده تجيك يعني راه ما يمكنش تنصيفطو عن طريق امانه يعني لان امانه يعني كذا نقولوا راه فيها الثقه وفيها شويه تاع الثقه وان شاء الله علاش لا الا كان شي حد عندكم شي نصيحه شي حد بغى شي شركه نصيفطو ليها معاه ماشي مشكله الا كان شي حد بيصيفط الفلوس ونصيفطو ليه مع الشركه تيق فيها ولا شي بلاصه تيق فيها نصيفطو ليه مع اي بلاصه بغى طوان قلت لويزا اختي راه كي قلت لك يعني غدا ان شاء الله نخليهم لك عصير الصابون الله يحفظك واخا اختي ندوزو حاجه بحاجه 1200 درهم 24000 ريال 120 اورو غزالين هادو الاخوات حاجه عمليه بارطاجيو لنا الاخوات اللايف باش ندير لكم الثمن ديال الرادكو الرادكو غندير لكم واحد الثمن رائع فيها عندنا لكم واحد السلسله تاع طروات ديال الاخوات تما فيهم بروموسيون 1250 درهم 25000 ريال هادو غادي ينالوا الاعجاب ديالكم لانهم طوب وراقين وزوينين وتتمنهم مناسب بقاو عندي جوج فيهم هادو 24000 ريال اخوات 120 اورو 25000 ريال عفوا اخوات 1250 درهم 125 اورو عندو تاع طروات دي زوينين رائعين اختي راه ماشي بتشوف فيهم يعني دابا حنا فيهم واحد الضغيطه في الطاسه يعني لويز قدام ولكن تضغيط على انه قدام هذوك يعني حاولت نعطيها الصناعي يعني ان شاء الله غدا غادي يعطيهم ليا نصيفطهم لك في الصوره اختي حنان نجاوبك اختي علاش لا مرحبا 1250 درهم 25000 ريال شي حاجه غزاله هانتوما الاخوات ان شاء الله ندوز لكم لي رادكو يبقاو معنا بما يتحقوا بين الاخوات لان كلشي بغى رادكو بما يكون كلشي باش ما يقولكش عاود عبر لي عاود هذا نعاون نعطيكم الثمن ديال كل حاجه كاين هاد الكورميت هادي الزوينه الاخوات شي حاجه يا سلام شي حاجه طوب نعطيكم حتى الثمن ديالها بحاجه بحاجه ان شاء الله ندوز لكم كاين العميزه حتى هما رائعين اليوم ان شاء الله يكونوا الثمن ديال الاخوات 4100 درهم هادي 82000 ريال 410 اورو رائع الاخوات شوف القفل ديالك كيفاش داير القفل الغليظ تجي بحال شكل تاع قشور الحوت تجي منقوشه تجي بحال فيها البريو يعني بحال فيها الحجر تجي زويونه الثمن ديالها 4100 درهم 82000 ريال 410 اورو 410 اورو الاخوات ها تبارك الله الخير الاخوات غادي يبان دابا ها لويس اللي وصيتونا عليه كاين هذا وكاين هذا كاين عندي جوج براسلي بالخاتم ديالهم يا سلام ها انتم الاخوات شي حاجه لويس زينه وخزينه شي حاجه زوينه سامبل ما فيها لا حجر لا والو تلبسيه للدوام نعطيكم كل واحد الثمن ديالو كل واحد بغيت سنيسله 1400 درهم واخا اختي نادا واخا اختي ان شاء الله نوريها لك مريم دوك تاع الفي دابا نوريهم لك اختي دابا نوريك هذوك السنيسل تاع الفي فيهم بروموسيون زوينين غنعطيكم الثمن ديال هذا البراسلي والخاتم ديالو هذا كان عندي حتى الحلقات ديالو داكشي تبعو بقى عندي البراسلي والخاتم نحاول ندير فيه واحد الثمن مناسب مستغرب ولا مريم خوات نعطيكم الثمن ديال الخاتم الثمن ديال الخاتم 6000 درهم 120000 ريال 6000 درهم 120000 ريال 600 اورو بالنسبه لهذا 600 اورو 6000 درهم 600 اورو 6000 درهم 120000 ريال بالنسبه للبراسلي ديالو انا نعطيكم حتى البراسلي ديالو الثمن ديالو 9450 درهم 945 اورو 189000 ريال بالنسبه للبراسلي والخاتم ديالو داير 6000 درهم 120000 ريال غزالين هادو ورائعين شي حاجه عمليه شوف كيفاش داير الخدمه ديالو الخوات فيه ديك الصويره من جناب فين الدخران وفيه اللويزه في الروج 18 كار شي حاجه غزاله قالوا لك الثمن تقريبا زعما الثمن تقريبا ديال
غيكون ب 7000 و 900 8000 درهم. قري لي كومونتير بغيت بغيت الكورميت، واخا اختي بغيتي الكورميت كلشي بغى الكورميت، غير بما نلتحقوا بينا كلشي باش ما بقاش نعاود الميزان كل ساعه، يعني نعطي كل واحد الميزان ديالها نبداو من التحتانيه ونطلعوا. الا بغيتو كلشي الكورميت نحبسوا السلعه الجديده وندوزو الكورميت، علاش لا؟ 9450 درهم بالنسبه للبراسلي، وبالنسبه للخاتم ديالو 6000 درهم، 120000 ريال. نبداو نردكو نردكو، خلي تيك تواون نبداو دابا. لا لا طلع لايف كثر، هادي كلشي يعرف الجرامات ويعرف كلشي الحمد لله. خوات نبداو لكم الرادكو، انا ندوز دابا الرادكو، يبقوا معايا بارطاجيو لنا اللايف كثر باش كلشي يستافد. ها انتم الاخوات كاين هاد الباك هذا 6200 درهم تاع المرايا، شي حاجه غزاله 6200 درهم، 6200 درهم، 124000 ريال، 620 اورو، 620 اورو بالنسبه لهذا الاخوات. بالنسبه للبراسلي داير 11000 درهم، الاخوات دقيق الغزال ولكن زوين والخدمه ديالو رائع. شوف الخدمه كيفاش دايره ديالو، 11000 درهم. اختي مالك هي بوحدها تقولي رادكو رادكو، التحقوا معاك الاخوات وندوزو ان شاء الله رادكو مباشره. تيبان ليا اخوات دابيتو رادكو ندوزو لها، الطلب ديالكم رادكو. واحد الاخت قالت لك رادكو تي في الانستغرام، يعني بما نلتحقوا بين الاخوات. المهم رادكو ان شاء الله ندوزو ليها، لان كلشي غيبغي رادكو، كلشي كلشي غزال ما شاء الله. والاخوات راه نتوما تنتوما رائعين، ذوقكم رائع وتتعشقوا الذئب الرائع الاخوات، ولان الذئب راه بقات ماشي هي الذئب، كلشي عنده الذئب ولكن بقات في الخدمه. اخوات باش نعطيكم رادكو، ندوزو لكم رادكو، واحد البروموسيون دايرينها في البلجي باش تعرفوه حتى هو. البلجي فقط 595 درهم، 595 درهم غزال اخوات، كاين عندنا نبيل بالاشكال وبالانواع، يعني تبارك الله راه ثمن مناسب. شوف تبارك الله دق الخدمه البلجيه الرائعه، شوفوا الذوق الرائع الاخوات بالنسبه لهادو. نعطيكم حتى هما الثمن ديالهم، ثمن اش من مدينه اختي، حنا في مراكش خويا سفيان ما قدرش شوبار، اش من شوبار اختي فاطمه ما عرفتش شنو باش نشوف بار. المهم اتواصل مع مريم في الواتساب حسن. اخوات كاين بالنسبه للبلجي 495 درهم الغرام، نعطيكم اكزومبل ثمن ديال هادي تبارك الله. شوف هادي دتاش شي حاجه غزاله ورائعه، شحال الثمن ديال الرادكو اختي اسيا؟ انا ان شاء الله نقول لكم الثمن ديال الرادكو اخوات. ندوزو لهادو، فيها 48 غرام فاصله 5، 48 غرام فاصله 5. بريم شوفي مستعان هاي مستعان، تنقلب عليها 48.5 الاخوات، 595 درهم الثمن ديالها. هاد النبال هادي الثمن ديالها 28850 درهم، تبارك الله ما شاء الله. العرض تبارك الله فيها 3 سنتيم في العرض ديالها، 3 سنتيم في العرض ديالها. شوبار خاوية قصيرة تقريبا تكون دايرة 1800 درهم، 1700 حتى 2000 درهم على حسب الغوطة ديالها. كاين عندي اختي فاطمة تواصل معايا في واتساب وغتوريها لك مريم. 28850 درهم الاخوات، جوج تلمليون و 177000 ريال، جوج تلمليون و 177000 ريال بالاورو الاخوات، 2885 اورو. شوف غزالة هاد النبالة ديال الاخوات، الدورة ديالها تبارك الله راه كبيرة، يعني قياس 6.9، يعني 7 سنتيم فيها، راه غزالة. اختي فاطمة مرحبا، تجي الصباح محلك هذا والف مرحبا اختي، الله يخليك. كورميت اليد 8 غرام اختي قمر، واخا اختي ان شاء الله ندوزو لرادكو. اخوات ندوزو لرادكو، تيبان ليا يعني النبايل الاخوات راه كاين تبارك الله، هادو كاين التشكيلات كلهم متنوعين. نعطيكم الثمن ديالها، الثمن كل حاجه. انا ندوز نكمل رادكو وندوزو النبيل، هادو 495 درهم الغرام. انا ندوز دابا اختي، سلام واش دوزتي الكورميت تاع هادي؟ انا اختي ندوز دابا رادكو باش نبقاو بخاطركم. نبداو لكم باول هادي دوزتها قبيله، نعاودها لكم يلا الناس تلحقوا بينا. هادي كلها عريضه، هادي خدمتها لواحد الاخت باش تعرفوا شنو كاين. نحاول نعطيكم الثمن ديالها باش اللي بغات تخدمها تخدمها. هادي واحد الاخت باتها كلها عريضه، شفت تبارك الله كي دايره الخدمه ديالها رائعه. وانتم
شي كتبان شي حاجه زوينه. هذه كلها بغيتها في العرض، نفس العرض نفس يعني كل عريضه ماشي غادي تترقق، فيها 25 غرام فاصله 3، الثمن ديالها اخوات 14900 درهم، مليون مليون و100 مليون و98 الف ريال، مليون و98 الف ريال هادي اخوات. ولكن شوفوا تبارك الله باش تعطيونا الراي ديالكم في الخدمه، يعني راه كي تنقول لكم ما تحاولوش تبدل الصناعي علاش نطلع لكم الرادكو ما تجيش، لان الاخوات الخدمه صناعي تبارك الله تيتقنها في الخدمه تبارك الله. طوب اخوات بالصحه اختي قمر، مرحبا و الف مرحبا. 14900 درهم، 1490 اورو، مليون و98 الف ريال بالنسبه لهادي كل عريضه. ندوز لكم الاخرى، كاين هاد الكورميطات نحاولوا الكورميطات نخدموا الاخرين، ندوز لكم هادي فوق. هادي مريم ملي كتبتي 10 غرام ياك، هادي 10 غرام فاصله 7، هادي عندها مولاتها، عندها مولاتها واخا صافي ماشي مشكل. هادي الاخوات 10 غرام فاصله 7، الثمن ديالها 6300 درهم، 630 اورو. شوف تبارك الله 10 غرام كي تتبان في الخدمه خوات، راه ما نذكروش الخدمه ما تعذرونيش لان الخدمه زوينه. 630 اورو، 126 الف ريال، 126 الف ريال بالنسبه لهادي غزال، 126 الف ريال. كاين هادي وندوز لكم الاخرى اللي هي هادي الاخوات باش ندير جوج عراضي هادي هي اللي كتعز قبيله. لا هي نفسها. كاين هادي الاخوات تاهي هادي فيها نعطيكم الكرامات تاعها هي المولولين، 19 غرام فاصله 2، 11330 درهم، مليون مليون. هادي الاخوات واش كيدير تبارك الله، هادي بارك الله ما شاء الله، سهلة هادي الاخوات تاهي زوونة فيها 13 غرام فاصله 2، الثمن ديالها 11330 درهم، 1132 1133 اورو، 1133 اورو يعني غزاله هذه ورائعه. مليون مليون و 26600، مليون و 26600 اخوات حاجه طوب. هذا ممكن تشوف معايا راتكو إذا تلبس عدة تبان، غتكون دابا هي واحد الإكزومبل، أنا نعطيها لكم هنا باش تبان لكم أكثر. مليون و مليون و مية مليون خوات، مليون و 26600، يعني غزالة هادي ورائعة. غورميت اليد 12000 و شحال فيها من سنتيم اخوات، سنتيم والعبار شي حاولوا ما امكن توصلوا في واتساب باش مريم تعطيكم سنتيم والعبار ديالها. كاين هادي دي فيها 18.6، الثمن ديالها 11000 درهم، مليون 11000 درهم، مليون و 20000 ريال اخوات، مليون و 20000 ريال، 11000 درهم. اخوات القبال 590 درهم راتكو اخوات باش تعرفوا، ما باش نجاوب راه انتوما تحسبوا يعني راه انا صحاب واش قلت الغرام 590 درهم الغرام. اختي اسماء مرحبا و الف مرحبا، ولكن تبارك الله خدمه رائعه، 611000 درهم، مليون و 20000 ريال. الخامل اخوات وصل 510 درهم، يعني باش تعرفوا شنو كاين بغيت ديال اليد. انا ندوز لك اختي اليد ولي ميزه ان شاء الله يكونوا يبقوا معانا، 11000 درهم، مليون و 20000 ريال ديال اخوات. كاين شي واحد الاسبوع تيقول لك راه كانوا عندك، راه اخوات راه كاين تتبعوا هاد الراد كوت تبارك الله تمشي قدر في النهار، يعني لانها مطلوبه وزينه وخزينه، يعني الا قعدتي واحد المده طويله يعني راه تتبع، يعني تبارك الله تلقى اقبال كبير وواحد المده تنجيبها، لان الصناعي تيكون عنده الضغط وتبارك الله عنده الخدمه كثيره وعنده الناس اللي تيخدم معاهم، يعني تنحاولوا ما امكن نحطوا حتى حنا بلاصتنا معاه ونخدموا معاه. يعني خدمه المعلم شي حاجه غزاله هذه الاخوات، 18 الغرام اكثر فيهم 18، يعني هذه تقريبا تاهي قدرها تكون فيها
18 غرام في هذه الاخوات الثمن ديالها 11620 درهم. وكاك تيبانو تيبانو تبارك الله بحال فيها 30 غرام تبان باينه مفخفخه يعني شي حاجه يا سلام. حداش الألف وستمية وعشرين درهم. هاكاين العميزات أختي قمر كاينين العميزات المسابقة إن شاء الله نديروها لكم إن شاء الله الشهر الجاي نديرو شي قرعة إن شاء الله تستاهلوها. هادي زوينة الأخوات 10620 درهم غزالة هادي ورائعة. بقات لنا وحدة مالي بحال ردي هضراتكم براسطو سرحو لا تجيبني مالي هضراتكم هنا. بقات لنا وحدة ندوزها دابا باش كلشي استفز كاع هادو تقريبا هادو دريا 18 غرام شتو دريا 18 غرام فاصيلة 8 هاي 18 غرام فاصيلة 8 11000 درهم 11100 درهم هادي الاخوات 11100 تقريبا كاع نفس الوزن حيت تبارك الله انا قلت ليه دير لي شويه غلاض يعني تبارك الله ما شاء الله قاعدو نفس تقريبا نفس الميزان كاين الفرق بيناتهم غير شي حاجه قليله 11100 درهم مليون و 22000 ريال مليون و 22000 ريال 11100 درهم 1110 اورو 1110 اورو الاخوات. مريم حاول تردي لي هذو هنا عافاك مريم ردي لي هذو هنا ركادو هنا راه كوان واش كاين شي اختي اختي سميرة لا بغيتي نخدمك غلط منها نخدم عليك. اي واحد الاخت خدمات حدا غليظ هذه كلها عريضه تبارك الله غزاله عجبتني انا هذه صراحه تاع الاخت رجاء ياك هذه لا غدا هذه تبارك الله كي جات جات زوين انا صراحه عجبتني يعني هذه كلها نفس الغلظ نفس الارض ورائع انت هذه زوينين يعني هي تجي نفس الغلظ. خويا جاوبني الله يخليك بغيت براسلي ولا نبالة ولا براسلي براسليات اختي كرميت لي يدي شحال اه قوميت تاع ليدا بخونا قوميت تاع ليدا ندوزهم لكم الاخوات باش ندوزو النبي. ها ماما شوف راه مليا راه مليا راه ليا تكليتي دابا شنو هي؟ تاع ليدا اي اخوات ندوزو دابا القوميت تاع ليد 12 غرام فاصيلة 5 الثمن ديال هادي الاخوات 7500 درهم 750 اورو 150 الف ريال كي تبارك الله تي غزاله 150 الف ريال بالنسبه لهادي 150 الف ريال 7500 درهم 7500 درهم بالنسبه لهاد الكورميت هادي ديالي حداش غرام فاصيله 7 الاخوات بالنسبه لهادي تي في 11 غرام فاصيله 7 الثمن ديالها 7000 درهم 120 الف ريال 7000 درهم 7000 هادي عاودتها نفس الغرامات 7000 درهم هي هادي الاخوات اللي دوزتكم دابا نفس الغرامات هادو فيهم هادي فيها 11.7 هادي فيها 11.7 كيف شي فرق 12 اونص هادي 7500 دوزت الاولى و 7000 درهم وحده فيها وحده 12 غرام ونص وحده 11 غرام و 7 قاعدو بجوج 12 ونص دايره 7500 و 11.7 دايره 7000 درهم دوزونين خويا محمد مرحبا و الف مرحبا اختي مريم قري لي ميساج الله يسلمك تقري ما تقراش ما يمكنش نقراو ندير الثمن خوات ان شاء الله ندوز لكم دابا النبيل البروموسيون اللي كاينه خوات تاع النبيل واحد الاخت اللي خوات النبيل راه كاين هذا النبيل هاجي 495 درهم الغرام تاع خوات عرض زواون هذا 6 اونص في هذا النبيل هاجي فيها 6 اونص تبارك الله تخرام كيفاش داير يعني خدمات اليد خدمت المعلم شي حاجه رائعه 6 اونص في القياس الغرامات 26.9 595 درهم الغرام 6
16000 درهم الاخوات، هذه 1,120,000 ريال، 16000 درهم. السلام عليكم، عافاك، بغيت شي انصومبل اختي. كاين هذا هو 7500، كاين هذا زويون، هذا الاخوات زويون، هذا رائع، انصومبل كامل داير 6500 درهم. الا بغيتي كاع 7500 ديري سلسله شوبار غليظه شويه على هادي، وتوصلي 7500 7400 غتجيك زويون. هذا اخوات تسمى مشارابي، خدمه تاع مشارابي، هذا زويون ورائع. علق طروادي، طروادي كي لونسون بالكامل، ها هو لونسون بالكامل، دير 3000 شحال دوز 4100 درهم، 82000 ريال، 4100 درهم 82000 ريال بالنسبه لونسون بالكامل. وعندنا علاقة رواد دي والسلسلة ديالها ب 1250 درهم. المهم اخوات اللي دوزناها راه كاين لايف غادي يبقى مسجل، حاولوا ترجعوا للايف باش ما نحاولوش نعاودوا السلعة نفس السلعة. الثمن ديال هذا 16000 درهم، 1,120,000 ريال، 1600 درهم، 1600 اورو، 1600 اورو، 1600 درهم. ما تلقاش الصباح غادي تلقى الزحام حدا المحل مريم، ديروا مو وراك حتى دابا 16000 درهم الاخوات، 1600 اورو. الناس القدام اللي عارفين الاخوات كانت دابا رخيص وتبارك الله، يعني الاخوات الناس اللي كان عندهم الدف في ديك الساعه راه تيبيعوا بواحد الثمن، يعني دابا راه تقريبا واش من تريبل، يعني راه اكثر من تريبل، يعني دابا راه كان باش فاش 2007 فاش بديت الحرفه تقريبا كان ب 300 درهم، 300 درهم، 380 درهم، 300 درهم، 280 درهم، 300 درهم في 2007. يعني تبارك الله راه وشو تحال تبارك الله، بوصل دابا 510 درهم، 16000 درهم، 16000 درهم، 1,120,000 ريال بالنسبه للاخوات. هذا غزال ورائع، شي حاجه زوينه. نعطيكم هذا حتى هو خوات، راه عرفتي كيبان في النقش ديالو، تيبان بحال فيه الحجر، يعني راه في الكاميرا وتيبان تيلمع، ما بالك تلبسي في يدك تيجي زويون. الجرامات ديالو 20 غرام فاصله جوج، 595، هذا بروموسيون غزال، 12000 درهم، 12000 درهم الاخوات، 1,020,000، 1,040,000 ريال، 1,040,000 ريال، 1,200 اورو. بالنسبه للقياس ديالو 5.9، هذا الاخوات 5.9 زويون صحيح، الشبكه ما تترطاش، يعني شي حاجه عمليه مضوبل من الخلف، خدمه زوون. 12000 درهم. اللي بغا يتواصل مع مريم في واتساب الرقم ديالنا اللي هو 0662 52 59 91، هو ايبل قلت لكم تحت الاخوات، تلقاو في الكومونتير. 12000 درهم، 1,040,000 ريال، سير هاد النبالات بقات لنا هادي حتى هي زويونه ورائعه، هادي حتى هي ذوقيه كما تشوف معايا. هي زوينة هادي، شي حاجة يا سلام، الخرمة تختلف و الدورة تختلف حتى هي. فيه 22 غرام فاصلة 5 خوات، البروموسيون ديال الكلاش و فان كليفوك اختي، يعني بقى فيها شحال تقريبا مريم، شحال من نهار اليوم 27 في الشهر، يعني تقريبا 3 ايام و 4 ايام، يعني راه باقا ب 600 درهم الغرام، يعني كاختي كلو فان كليف ميستيكا اللي دوزنا في اللايف اللي قبل هذا، يعني بثمن رائع الاخوات، لان لقى واحد الاقبال كبير، حاولنا ندير فيها البروموسيون، استاهلوا الاخوات، لان دابا راه غادي في تزايد، اللي خدا شي حاجه راه فاز بها. الله يعطيك الصحه، هادشي غزال ومتقون بالصحه والسلامه اختي. والاخوات راه الاتقان هو كلشي، الا ما كانش الاتقان راه ما نحاولش ندوزها في اللايف، ما نحاولش نعطيها لكم. 25 غرام فاصله 5، الثمن ديالها 13400 درهم، 13400 درهم، 1,340 اورو، 1,068,000 ريال. صراحه هذه زوينه هذه الاخوات، الله يلا وتبارك الله، شوف كي ديال الصح والمتانة، يعني شي حاجه صحيحه، شي حاجه عمليه. القياس ديالها 6 سنتيم اخوات، واحد شويه ندوزو للميزات، قياسها 6، 6 سنتيم في القياس ديالها، هوريكم هكا باش تكونوا واضحة الصورة. شي خات من لويزا اختي، لويزا مع حاليا دابا خات من لويزا، دوزت هادو هاهم،
كاين هذا واحد. نعم زوينين هذا اللي بغاتهم شي اختها. كاين هذا يقدر هذا 6000 وهذا 6200 جوج. تبارك الله ما شاء الله. كاين طلب راسي ديالو خوت. نوريكم واحد السريتلا فيها واحد العرض زوين. هادي واحد السريتلا الناس تيعشقو الدب و تيبغيو شي حاجه زينه وخزينه. هاي السريتلا غزاله غزاله تاع الورده تاع العظم القشا، يعني شي حاجه زوينه شي حاجه دوقيه. نعطيكم الطي ديالها غتبقى ب 570 درهم الغرام. هادي راه ميزه ميزه واش ميزه. قياس 6.2 قياس 6.3 كاع 6.3. الغرامات ديالها فيها 75 غرام فاصلة واحد 75 غرام فاصلة واحد. ثمن 570 درهم 42800 درهم. اللي كان في قياسو هادي غيفوز بها، يعني راه ثمنها مناسب مناسب. ندير اخوات الدوره لان اكثر الناس تعجبهم وتنخدم عليها دوره كبيره بطي صغيره. حاولت لي كي ديال هذا الثمن هذا شي حاجه ديال الثمن 42800 درهم. 4 مليون و 56 الف ريال. 4 مليون و 56 الف ريال 510 درهم. الخام اختي زينب مرحبا الف مرحبا. 610 درهم الثمن ديال هذه الاخوات 42800 درهم. مليون و 6 و 8 مليون و 56 الف ريال. 4 مليون و 56 الف ريال عفوا. 4 مليون و 56 الف ريال بالاورو الاخوات 4280 اورو. اسماء اختي اسماء نجاوبك علاش لا. مريم جاوبي عافاك الله يسهل عليك. مريم قري مريم قري كومونتير ممكن. ما تطلعش خواتم لويز شحال وصل؟ خواتم لويز شحال وصل؟ فهمت اختي شنو كتبتي؟ اختي اسماء اي قول لي شنو كتبتي في الكومونتير نعاود نجاوبك. ثمن لويز اخوات لويز حاليا ما عنديش. المهم لويز ان شاء الله لا كان نوريكم في اللايف. الثمن ديال هاد السريتلا هادي مليون 4 مليون و 56 الف ريال سوم 570 درهم الغرام. ها هي غزاله اللي بغاتها سكرينيا قياس 6.3. خوات علاش درت لها الثمن؟ لان الناس الكبار تيبغوا الناس مالين السرات اللي تيعجبهم السرات اللي تكون تجي معمره. هادي دازها دوره صغيره وبقات عندي وحاولت ندير فيها الثمن هذا باش ما بقيتش ندير دوره صغيره. انا دوره كبيره هي تخرج بزاف. كاين هاد البراسلي هذا زول الخوات من دوزو الخوات من عند دوزو البراسليات. كاين هاد الباك يا سلام فان كليف رائع رائع. بعد الاخت بغيت نسولك على البراسلي ديال هذا مريم. كاين مريم البراسلي ديال هذا كاين بصرا واخا كاين نسول اخوات. كاين هذا غزال هذا البراسلي هذا الخاتم هذا كاين حتى البراسلي ديالو. خوات مارياج ميزات لا اختي ميزات ما كاينش خوات مارياج دابا حاليا راه ميز ان شاء الله نوريهم لكم. خوات هذا الخاتم هذا داير 3500 درهم. كاين اختي 18 ونص كوار مترات كتل العنق 20 غرام ما كايناش. هاد الاخوات 3500 درهم 70000 ريال 300. واحد الاخ قالك فقستو مريم راه هي اللي فقصتني اختي 3500 درهم 70000 ريال. هادو هما الاخوات اللي بغى اي حاجه تواصل في واتساب. اخوات راه ميمكنش نجاوب على الكومونتير كاملين لان انا بقيت نجاوب على الكومونتير ما غندوز السلعه ما نهضرش على الارتيكل. اي حاجه بغيتو الرقم ديالي راه هو في الخدمه الاخوات. واخا تيكون ميساج كثار وتيكون الضغط غير يكون شويه الصبر تنجاوبو الاخوات من توقيت العمل ديالنا اللي تنجاوبو فيه هو من 11 لجوج ومن 5:30 حتى 9:30. هذا هو التوقيت العمل ديالنا والتوقيت تاع فاش يخدم التليفون. اللي بيخلي ميساج يخليه وتجاوبوا عليه. واللي بغى اي حاجه يسكرينيها اللي كان يعني بغى اي حاجه لا شاف الاخص ليه ميزات لشي حاجه اللي رادكو اللي تكون اقبال عليه ويسكرينيها وصيفط تحت العنوان والسميه والكنيه ورقم التليفون وان شاء الله نسبقوه هو الاول. يعني ان هذاك تيكون يعني بغى هذيك الحاجه وكونفيرما عليها. هذا الثمن ديالو 3500 درهم 70000 ريال بالنسبه لهاد لاباك هذا. ها انا ندوز لهم علاش الميزات كاينين اخواتي بقاو معايا ندوز لكم الميزات. كاين هذا الخاتم تاع الكورميت يا سلام
شحال دازا من التوقيت في اللايف؟ باش نديرو فيه ساعة، شحال من الناس في اللايف؟ هو صافي غندوزو لميزات الاخوات دابا ان شاء الله، واخا باقي جديد غندوزو لميزات 3200 درهم هذا باسي 3200 درهم 64000 ريال بالنسبة لهذا 64000 ريال مريم ديما راه الاشارة اختي نادية مريم ديما راه الاشارة واختي راه صراحة تدير المجهود ديالها باش تجاوب كلشي والله العظيم يعني تنلاحظ وتنشوف بعينيا شي اخوات عندي واحد السرتلة فيها خمسة دباج في البرومو سامبل عندي فيها ميزات كاينه ميزة زوينة هادي الثمن ديال هذا 3200 درهم 320 اورو 64000 ريال بالنسبة لهاد لاباك هذا 64000 ريال عندي واحد الطروات ديكور ميت 2200 درهم 44000 ريال 220 اورو 220 اورو اختي خاتم زواج مستعمل حاولي تواصل معايا اختي هبه في الواتساب وغادي نشوف لك هي تواصل معايا فاصل اخوات ندوزو للميزات دابا باش نديرو فيهم واحد 20 دقيقه كاين اول خاتم ميزات هو هذا طروادي تبارك الله ما شاء الله خاتم باين وماوي الوالده ان شاء الله اختي بالنسبه للتسول على المحل الاخر اللي فيه الحاجه يعني ان شاء الله تكون غدا الام ديالي ان شاء الله تكون الوالده ديالي تكون غدا ان شاء الله في المحل ان شاء الله تلتحق يعني ان شاء الله تلتحق غدا بالمحل ديالها ان شاء الله يجي ان شاء الله غدا تلقيها ما جاوبتينيش عاودي كتبي عاودي كتبي اختي باش يطلع ليا الكومونتير ديالك واش عندك كوميت مستعمل اختي سليمه يعني ما نصحكش بالكوميت مستعمل تيكون محلول طيح مره شي واحد في الميزه تيكون مزيان تندوزو الجرامات ديال الخاتم 6.6 الثمن ديالو 3650 درهم 73000 ريال شوف تبارك الله قداش شاد الصبع كله 73000 ريال في الميزة الاخوات 73000 ريال 365 اورو 365 اورو 73000 ريال 3650 درهم هذا غزال هذا الاخوات اللي بغاتو تسكرينيه تيجي رائع كاين عندي واحد جوج كاختي تا هما مستعملين زواونين هادو باقيين نقيين ما فيهم حتى تغيطه لا والو يعني زواون كاين هذا ثقيل وهذا خفيف عطيكم الثمن ديال هذا دوره كبيره هو الاول 12 غرام فاصله جوج الثمن ديالو 6700 درهم 670 اورو 670 اورو 6700 درهم القياس ديالو 5.8 قياس 5.8 هذا الاخوات راه باقي جيد باقي نقي يعني شي حاجه فيها التغيطة لا والو كما تشوفوا معايا 6700 درهم 670 اورو 134000 ريال حشومه عليك اختي منال اشنو علاش حشومة عليا بغيت غورميت 9 غرام شحال اختي منال بغات غورميت 9 غرام اختي دابا ما عنديش 9 غرام عندي وحده فيها 10 غرام فاصله 7 9 غرام غنقول لك شحال تقريبا تكون ولكن ما عنديش يعني باش تعرفي شنو كاين الا بغيتي نجيبها لك 5300 درهم اختي منال سمحي لنا ما جاوبناكش غير ما قريتش الكومونتير ديالك الثمن ديال البراسي اختي اخوات دايرت 6700 درهم 670 اورو 134000 ريال هو زويون راقي كاين هذا تا هو قياس طاي صغيره 5 اونص في لاطاي ديالو هذا قياس 5 اونص في الميزات 10 غرام فاصله 26 الثمن ديالو 5650 درهم 113000 ريال اختي زهراء نسات الحضور غير تواصل مع مريم ما عنديش شي وحده دابا موجوده ما عنديش وحده متوفره دابا حاليا حدايا اخويا هيا اختي منال
واخا نصيفط لك في الواتساب، تواصل معايا في الواتساب اختي، غير تواصل معايا في الواتساب ونجيبها لك. الثمن ديال هذا 5650 درهم الاخوات، 565 اورو، 113000 ريال. هذا شحال فيه غرام؟ ما تنقولش شحال فيه غرام، فيه 10 غرام فاصله 26، 10 غرام فاصله 26. هذا في الميزات. اوا واش كاين شي خاتم خوي؟ انا نشوف لك ان شاء الله، انا ندوز لكم دابا اللي كاين قدامي، ندوز لكم ان شاء الله. هاي واحد السريتلة اخوات، ها هي السريتلة اللي تبارك الله ما شاء الله اللي خذتها غتفوز بها، اللي كانت في الكيسة هادي. هادي راه مرات خذتها شهرين، نيت من عندي وبعتها لي هو، درتها في الميزات، يعني راه باقا صحيحة وللظروف احكام. كاين الانسان اللي تلقى، اللهم الانسان يلقى ما يبيع، لان بالاخص الا خديتي السريتلة يعني راه تلقاي ما تبيعي، تلقاي تجمع لك واحد الطرف الفلوس. خوات قياس هاد السريتلة هادي قياس 6.7، 6.7 دورة كبيرة غزالة هادي وصحيحة. الغرامات ديالها 46 غرام فاصلة 4. الثمن ديالها 25500 درهم، 2,110,000 ريال. 25500 درهم غزالة هادي، صحيحة عملية، شي حاجة ميتقال متقونة، شي حاجة زوونة. 2,110,000 ريال، 25500 درهم، قياس 6.7. صراحة هادي زينة وخزينة، صراحة سريتلا هماوية خويا. دوزتي دوك اختي؟ دوزتهم دوزتهم، يبقى ان شاء الله الله يبارك يبقى مشجل كاع دوزتهم كلهم. الثمن ديالها 25500 درهم، 2,500,000 و 10,000 ريال. هادي زوينة اخواتو، صحيحة، قياس 6.7 في لاطاي ديالها. تا هاد السلكة اللي دوزت قبيله هادي راه تبارك الله، هادي باقا جديدة ودرت لها 570 درهم، راه باقا جديدة تاهي تاع العظم. الناس اللي تيبغيو الميزات نعاود نوريكم هادي، لأن هادي غزالة، هادي راه زوينة ورائعة. باقي عقل هادي 4,056,000 ريال، باقي عقل 4,056,000 ريال. هادي الأخوات تاهي راه ميزة، واش ميزة هادي راه زوون اللي بغاتها تسكرينيها. السرات الاخوات راه كنقول لكم زينه وخزينه، تبقى لك ديما ان شاء الله. عندنا البراسلي بلجي، ها هو الاخوات براسلي بلجي زوون، قياس 6.1 في لاطاي ديالو، هذا قياس 6.1 بلجي، 6.7. الثمن ديالو 3,700 درهم، 74,000 ريال. بلدي زويون هذا، صحيح عملي، تيجي رقيق من اللور تيكون ديكرادي من القدام، يعني زويون وصحيح. الثمن ديالو 370 اورو، 3,700 درهم، 74,000 ريال. بالنسبه لهذا 74,000 ريال. واحد لونسومبل اخوات، الناس اللي بغاو لونسومبل في الميزه، ها هو لونسومبل غزال، هذا حتى هو الميزه، واش ميزه. كاين فيه البراسلي، انا عطيكم براسلي، الخاتم ديالو هو هذا، في الحلقات هما هادو، المهم الحلقات ديالو على العلاقة، شوفوا معايا الاخوات، ها هما الحلقات على العلاقة، ها كلشي باين، يعني راه اونسومبل كامل كامل، راه زوين. هانتوما نعبر لكم شحال فيه غرام، وعطيكم الثمن ديالو 16 غرام فاصلة 98. الثمن ديالو 9,300 درهم، 9,300 درهم، 930 اورو، 186,000 ريال. الصنبل كامل كامل غزال ورائع، فيه العلاقة، فيه البراسلي، فيه لاباك ديالو، نعطيكم الترقيص ديال البراسلي ولاباك. قياس البراسلي 6، 5.8، 5.8 في البراسلي. الخاتم خانتي تزاد وتنقص ما عندكش مشكلة، إلا كان شي حاجة طاي كبيرة ممكن يتزاد على قياسك. قياس 1.8،
براسلي 6 5 8 ولا باك واحد 8 يعني الصنب الكامل 9300 درهم 930 اورو 186 الف ريال. خاتم رادكو دوزتو قبيله خاتم رادكو دوزتو قبيله في جديد يا ما شتيش. كاين البراسلي فان كليف روز جولد هذا زويون راقي الاخوات شي حاجه زوينه في الميزات. اشاد غرام فصيله 3 الثمن ديالو 5650 اورو 5650 اورو 113000 ريال 113000 ريال. لاطاي ديالو 5.7 قياس 5.7 في لاطاي 5650 اورو 113000 ريال. خذ 113000 ريال غزال ورائع. ندوز لكم كاين الدبليجي هذا تا هو زويون هذا في ديك ليبره كاين شي واحد اللي بغات تلبس الدبليجي هذا دور تا هو كبيره قياس كبير 6.8 تا هو زويون هذا باقي نقي خوات شي حاجه زول قياس الجرامات 10.55 الثمن ديالو 580 اورو 5800 درهم 116000 ريال ولكن هذا تبارك الله صحيح وعملي شي حاجه تاع ديما 116000 ريال وزال هذا 116000 ريال. عندنا هذا الخاتم هذا شانيل هذا 520 درهم الجرام القياس ديالو 6.5 3400 درهم 340 اورو 678 الف ريال 68 الف ريال 340 اورو 68 الف ريال. بغيت حلقه انا ندوز لكم حلقه تاع اخواتي بقوا معايا 68 الف ريال بالنسبه لهاد لاباك هذا هو سعر هذا هي 25 غرام اختي 25 غرام خدام على اختي اللي كاين عندي كلها عريضه خوات الحلقات كاين هادو تما زويونين في الميزات 5 غرام فاصله 3 الثمن ديالهم 2900 درهم 2900 انتما الاخوات قربنا ساعة مريم تبعيت مريم غاد مشيت نيس كاع بعينه والله الا كاع عينه. المهم نحاول ندوزو شي قدامنا ندوزو نمشيو 3.5 في هاد الحلقة تاع هادو 2950 درهم سعود 100 عفوا الاخوات 39000 ريال 39000 ريال فيهم البيض وفيهم الصفر 39000 ريال 1195 اورو. انا بقى ندير لونسومبل خاوت كاين لونسومبل هذا توازواهم الحلقات ديالو غير الخاتم ديالو السلسله بكلشي انا نعطيكم الثمن على العلاقه الصنب الكامل هذا حلقة ديالو جوج فيه 18 غرام فاصلة 99 نقولو 19 غرام الثمن ديالو 5450 10450 درهم 10450 درهم مليون و 9000 ريال الصنب الكامل فيه الحلقات فيه الخاتم فيه العلاقة فيه السلسلة السلسلة شوبار هاي السلسلة ديالو ها البراسلي ها الخاتم ديالو ها الحلقة هذا الأخوات 10450 درهم 1045 أورو مليون و 9000 ريال بالنسبة لهاد لونسومبل بالكامل. بقاو لي حلقات الأخوات حلقة الكلاش ونجد الحلقة تاع
هادو تما زوين. ثلاث غرام فاصلة واحد، الثمن ديالو 1700 درهم، 34000 ريال، 34000 ريال، 1700 درهم. كاين الكلاش هما هادو، هادو في العميزة تاعهم، الثمن ديالهم 3 غرام فاصلة 5، الثمن ديالهم 1950 درهم، 1950 درهم، 1950 درهم. مليون، عفوا اخوات، 100 مليون، 139000 ريال اخوات، يعني باتري فيبل، يعني عينا صافي، يعني وصل لواحد صافي مري ولات هضر بمليون، 39000 ريال اخوات. ما تسخاوش بكم من اللايف صراحه، تيكون رائع رائع بالحضور ديالكم وبالوجود ديالكم. يعني كاين بقى لنا هذا الخاتم في البلاتين، كاين بقى جوج، كاين هذا وكاين هذا، نعطيكم هذا 3 غرام فاص، جوج غرام فاصله 3، هذا زويون، هذا زويون بحال شكل تاع الديامون، هذا الثمن ديالو 1900 درهم، 1900 درهم، 38000 ريال. ثلاث آلاف أو ميتين درهم هذا الأخوات، ثلاث آلاف أو ميتين درهم هذا خاتم البلجي زويون في البيض، عندي لويز زويت خاتم. أخوات شكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، يعني ما تنسخاوش بكم، لايفات تيكونوا ممتعين بالحضور ديالكم بوجود ديالكم وبارطاج ديالكم والدعم ديالكم. رادكم الأخوات اللي تنقول لكم زينة وخزينة هي لي زونسومبل اللي وريناكم فيهم 3D، هما هادو 4100 درهم، كاين هذا 74000 ريال، 74000 ريال أونسومبلات غزالين اللي غادي يلقاو إقبال كبير، وديما تيلقاو إقبال كبير. 3800 درهم، 678000 ريال، كاع لي زونسومبل اللي دوزنا لكم، كاع لي بروموسيون، كاع العروض اللي ندير لكم رائعين، والكلاش والكاختي والفان كليف والميستيكا اللي ب 600 درهم الغرام الاخوات، ان شاء الله تكونوا باقي 3 ايام يعني في هذا العرض هذا. اخوات مرحبا بكم، الف مرحبا، شكرا لكم على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.